أعزائي الطلبة، اليوم موضوعنا محاسبة المسؤولية وتقييم الأداء. محاسبة المسؤولية وتقييم الأداء. Responsibility Accounting and Performance Evaluation موضوعنا محاسبة المسؤولية وتقييم الأداء. وقبل أن نبدأ في محاسبة المسؤولية وتقييم الأداء، لابد أن نعرج على اللامركزية. على اللامركزية، decentralization. طيب، الآن تعريف اللامركزية. تعريف اللامركزية، تعرف المركزية بأنها تفويض تعرف اللامركزية بأنها تفويض بعض صلاحيات اتخاذ القرارات من قبل الإدارة العليا التوب مانجمنت للإدارة الدنيا والوسطى. إذن تعرف اللامركزية بأنها تفويض بعض سلطات اتخاذ القرارات صلاحيات اتخاذ القرارات من قبل الإدارة العليا للمستويات الدنيا والوسطى. هذا بالنسبة لتعريف اللامركزية. نأتي نذكر هنا عبارة أخرى: تختلف اللامركزية من مؤسسة إلى أخرى. تختلف درجة اللامركزية من مؤسسة إلى أخرى. تختلف اللامركزية من مؤسسة إلى أخرى. من مؤسسة أو من منشأة إلى منشأة إلى أخرى. يعني تختلف اللامركزية من جامعة إلى جامعة أخرى. حسب كل واحد إيش رؤية التوب مانجمنت لهم فيفوضوا الصلاحيات. يعني مثلا في اللي هو في الجامعة مثلا يقول لك إنه مثلا لا عند العمادة توقع الدرجات وتترحل على مثلا القبول والتسجيل. بعض الناس تاني يقول لك لا، ترحل لازم ايش على العماد، ومن العماد يعملوا لنا ورق، ومن الورقية وعلى القبول على الشؤون الأكاديمية، ومن الشؤون الأكاديمية يروح على القبول والتسجيل. طبعا على حسب كل واحد ايش رؤيته. طيب الآن ما هو الهدف من اللامركزية؟ ما هو الهدف من اللامركزية؟ تمام. تهدف او الهدف ان الهدف الأساس من اللامركزية إن الهدف الأساس من اللامركزية تطبيق اللامركزية هو زيادة الكفاءة التشغيلية، وتحسينها لدى الأقسام المختلفة والعمل على تحقيق أهداف المنشأة العامة وزيادة الربحية. طيب، بعد الحديث عن اللي هو تعريف اللامركزية واختلافها من مؤسسة إلى أخرى
وما هو الفائدة من تطبيق اللامركزية اللي هي كما قلنا زيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء، مما ينعكس في النهاية على زيادة الأرباح. طيب، مزايا اللامركزية، مزايا اللامركزية advantages، مزايا اللامركزية. مزايا اللامركزية advantages decentralization. تمام. رقم واحد، تمكن الإدارة العليا من التركيز على الاستراتيجيات طويلة الأجل. رقم اثنين، توفر معلومات أكثر تفصيلا لدى مدراء المستوى الأدنى. يعني بصير الآن زي ما حكينا العمادة لها صلاحيات، العمادة بالصلاحيات هذه بتفوض بعض الصلاحيات لرؤساء الأقسام، وبالتالي هنا رئيس القسم وعضو التدريس لديه صلاحيات، فبتكون عنده رؤية حول شيء معين اللي هي أكثر وضوحا. رقم ثلاثة، تساعد في اكتساب الخبرة اللازمة لاتخاذ القرارات لدى مدراء المستوى الأدنى. تساعد في اكتساب الخبرة اللازمة لاتخاذ القرارات لدى مدراء المستوى الأدنى. طيب، رقم أربعة، زيادة الحافز يؤدي إلى زيادة الرضا الوظيفي. ومن ثم تحسين الأداء. نقطة أخرى من مزايا اللامركزية، مدراء المستوى الأدنى لديهم القدرة على تلمس الاحتياجات والاستجابة السريعة للعملاء. طبعا يعني زي ما يكون الآن اللي هو عندنا في الكليات رئيس القسم عندما يذهب إليه الطالب يكون لديه المعرفة في أي مادة ستعادل، وأي الخطة، أي خطة، وإيش ممكن مواد بديلة، إيش ممكن كذا. في طالب إذا ذهب إلى العمادة لا يستطيع الإفادة أو الاستفادة على الإطلاق. النقطة الأخيرة، المساعدة في تنمية قدرات المدراء في المنشأة وفرز المدراء المتميزين. إذن المساعدة على تنمية قدرات المدراء في المنشأة وفرز المدراء المتميزين عن غيرهم. طبعا من خلال تفويض الصلاحيات يصبح ان هناك اللي هو تتوفر اللي هي استطيع اللي هي الإدارة الأعلى من هذه المستويات الدنيا ان تفرز المدراء الناجحين وذات العلاقة وذات الكفاءة واستخدامه في مناصب اخرى. هذا بالنسبة للمزايا. نأتي الآن الى عيوب اللامركزية. Disadvantages. Decentralization. تمام.
في حدا بده يضيف اي شيء على مزايا اللامركزية؟ طيب عيوب اللامركزية، رقم واحد اتخاذ القرارات من قبل مدراء المستوى الأدنى، اتخاذ القرارات من قبل المستوى الأدنى، من قبل مدراء المستوى الأدنى يساعد على الاهتمام بالأهداف الخاصة، يساعد على الاهتمام بالأهداف الخاصة لهم وإهمال الأهداف العامة للمنشأة. رقم اثنين، ضعف التنسيق، ضعف التنسيق بين المدراء المستقلين، ضعف التنسيق بين المدراء المستقلين، بمعنى كل شخص عايز يحقق أهدافه الخاصة. النقطة الثالثة، تعارض أهداف مدراء المستوى الأدنى مع أهداف المنشأة، تعارض أهداف المستوى الأدنى مع أهداف المنشأة، وهذا ينعكس سلبا على أداء المؤسسة أو المنشأة ككل. النقطة الرابعة والأخيرة، ارتفاع التكاليف جمع المعلومات الخاصة، ارتفاع تكاليف جمع المعلومات الخاصة بتقييم الأداء والرقابة على الأقسام، بتقييم الأداء والرقابة على الأقسام المختلفة في المنشأة. نأتي الآن بعد ذكر تعريف محاسبة اللامركزية وأهميتها ودورها ومزاياها وعيوبها إلى محاسبة المسؤولية، إلى محاسبة المسؤولية كما قلنا عنها سابقا، Responsibility Accounting، محاسبة المسؤولية. ماذا يقصد بمحاسبة المسؤولية؟ ماذا يقصد بمحاسبة المسؤولية؟ يقصد بمحاسبة المسؤولية أن أداء كل مدير، أن أداء كل مدير يقاس بحسن إدارته، يقاس بحسن إدارته لتلك الأنشطة، لتلك الأنشطة التي تقع ضمن مسؤوليته ورقابته المباشرة، ضمن مسؤوليته ورقابته المباشرة. عبارة جديدة تعتبر محاسبة المسؤولية إحدى الأدوات المهمة، إحدى الأدوات المهمة التي تسهل عملية، هي إحدى الأدوات المهمة التي تسهل عملية تفويض السلطة، تفويض السلطة للإدارات المختلفة، للإدارات المختلفة. عبارة أخرى، تؤدي محاسبة المسؤولية إلى ربط النظام المحاسبي، إلى ربط النظام المحاسبي بشخصية المدراء، بشخصية المدراء. إذا محاسبة المسؤولية تعمل على ربط، على ربط النظام المحاسبي بإيه؟ بشخصية المدراء. يعني كل شخص يسأل عن ما يقع ضمن مسؤوليته، ومثال على ذلك رئيس قسم المحاسبة يسأل عن الصلاحيات وعن طلاب قسم المحاسبة وما يوكل إليه من مهام، وكذلك رئيس قسم الإدارة، وكذلك رئيس قسم الاقتصاد والعلوم السياسية. طبعا الحكايه انه تؤدي محاسبة المسؤولية الى ربط النظام المحاسبي بشخصيات المدراء، اي ينظر اليها، اي ينظر الى التكلفة والإيراد، اي ينظر الى التكلفة والإيراد
من وجهة نظر الشخص المسؤول أن ينظر إلى التكلفة والإيراد من وجهة نظر الشخص المسؤول عن رقابته عن رقابتها وليس من وجهة نظر المنشأ وليس من وجهة نظر المنشأ. إذن الشخص هنا المسؤول وليس إيش؟ وليس المنشأ. طيب ننتقل إلى أيضا نتحدث المزيد عن محاسبة المسؤولية. تساهم محاسبة المسؤولية في تعزيز مفهوم الإدارة بالأهداف، مفهوم الإدارة بالأهداف. مانجمنت باي اوبجكتيف، وايضا مفهوم الإدارة بالاستثناء، مفهوم الإدارة بالاستثناء. مانجمنت باي اكسبشن، طيب إذن محاسبة المسؤولية تساهم في تعزيز مفهوم الإدارة بالاستثناء والإدارة بالأهداف. طيب ما لديها أي سؤال أو أي مداخلة؟ ننتقل، تفضل حد بيحكي. الآن ننتقل إلى الخطوات اللازمة لضمان نجاح، الخطوات اللازمة لضمان نجاح وفاعلية، لضمان نجاح وفاعلية محاسبة المسؤولية. خطوات اللازمة لضمان، الخطوات اللازمة لضمان نجاح وفاعلية محاسبة المسؤولية. 1. وضع هيكل تنظيمي واضح للمؤسسة، وضع هيكل تنظيمي واضح وشامل للمنشأة، وضع هيكل تنظيمي واضح للمنشأة. 2. ضرورة ووضع معايير محددة وواضحة لكيفية تقييم أداء أقسام المنشأة، أداء أقسام المنشأة. ضرورة وضع معايير محددة وواضحة لكيفية تقييم أداء أقسام المنشأة. النقطة الثالثة أن تكون أسس وإجراءات التقييم سهلة ومفهومة وسريعة من قبل المعنيين. أن تكون أسس وإجراءات التقييم سهلة ومفهومة وسريعة من قبل المعنيين. النقطة الرابعة والأخيرة أن تتضمن عملية التقييم البنود والأعمال، أن تتضمن عملية التقييم البنود والأعمال التي تخضع لرقابة وسلطة القسم المعني المنوي تقييمه، القسم المعني والمنوي تقييمه. إذن هذه الإجراءات تساعد وتكلل عملية التقييم بالنجاح. نأتي الآن إلى في ظل اللامركزية لابد أن يكون هناك مراكز مسؤولية، مراكز المسؤولية.
responsibility اللي هي centers مراكز المسؤولية. مراكز المسؤولية تمام. إذن مراكز، نتحدث الآن عن مراكز المسؤولية. مراكز المسؤولية تنقسم في المنشآت إلى ثلاث مراكز: مراكز التكلفة، مراكز الربحية، ومراكز الاستثمار. رقم واحد مراكز التكلفة اللي هي cost centers. مراكز التكلفة، مراكز التكلفة، مين يحكي لي مراكز التكلفة زي ايش؟ مين يحكي؟ تفضل. قسم المخازن. نعم، ايش ثاني؟ قسم المشتريات. نعم. طيب الآن مراكز التكلفة، مراكز التكلفة يكون فيها المدير مسؤول عن ايش؟ مسؤول، المدير يكون مسؤول عن التكلفة فقط. وهذه المراكز، وهذه المراكز لا تولد أرباح، وهذه المراكز لا تولد أرباح. ومثال على ذلك قسم المخازن، قسم شؤون الموظفين، وإذا ذكرنا على سبيل في الجامعة المكتبة المركزية والقبول والتسجيل وشؤون الطلبة والعيادة الطبية وغير ذلك على سبيل المثال وليس الحصر. هذه المراكز التكلفة تكون موجودة إيش؟ موجودة داعمة، موجودة داعمة ليه؟ تكون موجودة داعمة لمراكز الإنتاج أو مراكز الربحية. الآن هنا مراكز الربحية يكون المدير إيش؟ يكون المدير إيه؟ يكون المدير مسؤول عن مركزي، مركزي التكلفة وإيش؟ و الأرباح. المدير هنا يكون مسؤول عن مركزي التكلفة والأرباح. ومثال على ذلك خطوط الإنتاج، خطوط الإنتاج، خطوط إنتاج ملابس الرجال، ملابس النساء، الأطفال، إلى 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 آخره من هذا، هذا خطوط إنتاج. وإذا ذكرنا كليات فنقول إيش؟ خطوط الإنتاج هي جميع الكليات. وكما قلنا سابقا يأتي الطالب من الثانوية العامة ويسجل ويلتحق بإحدى الكليات ويتخرج مؤهلا بإحدى فروع أو بأحد فروع المعرفة في مجالات الطب أو الهندسة أو التجارة أو غير ذلك من هذه الأمور. طبعا هنا كون المدير مسؤول عن مركزي التكلفة والأرباح، هنا لابد أن تكون لديه إيرادات تغطي التكاليف، ومن ثم يتحقق لديه ايش؟ يتحقق لديه اللي هو ايش؟ الأرباح. طبعا هنا بالنسبة لمراكز الربحية بروفيت سنتر، بينما نأتي الآن إلى مراكز اللي هو ايش؟ الاستثمار. مراكز الاستثمار اللي هي ان
فيرست مانت سنتر. مراكز الاستثمار يكون فيها المدير مسؤول عن ايش؟ عن الثلاث مراكز، وطبعا هذا يكون في الهيد كوارتر. في ايش؟ إدارة مثل إدارة المنشأة، إدارة البنك، إدارة الجامعة. إذن هذه الثلاث مراكز، هذه الثلاث مراكز التي تقسم في داخل المنشأة: مركز التكلفة، مركز الربحية، ومركز مراكز الاستثمار. ما لديها أي سؤال؟ طيب، نأتي الآن إلى اللامركزية والتقرير القطاعي. اللامركزية والتقرير القطاعي. اللامركزية والتقرير القطاعي. طبعا اللامركزية قلنا decentralization. ها and التقرير القطاعي اللي هو segment report. تقرير القطاعي. طيب الآن نأتي إلى تعريف القطاع. تعريف القطاع، تعريف القطاع اللي هو القطاع سيجمنت. طيب تعريف القطاع، تعريف القطاع هو الجزء، تعريف القطاع هو الجزء أو النشاط الذي يتولى المدير إدارته. تعريف القطاع هو الجزء أو النشاط الذي يتولى المدير إدارته، يتولى المدير إدارته. إذن القطاع هو الجزء أو النشاط الذي يتولى المدير إدارته. طيب الآن هامش القطاع، هامش القطاع، هامش القطاع. سيجمنت مارجن، سيجمنت مارجن هامش القطاع. يعد هامش القطاع، يعد هامش القطاع أفضل معيار، أفضل معيار، أفضل معيار للحكم على مقدرة القطاع، للحكم على مقدرة القطاع على تحقيق الربحية، على تحقيق الربحية في الأجل الطويل، في الأجل الطويل. طب ليش؟ لأنه يغطي جميع التكاليف، لأنه يغطي إيش؟ جميع التكاليف. إذن يعد هامش القطاع أفضل معيار للحكم على مقدرة القطاع على تحقيق الربحية في الأجل الطويل، لأنه يغطي إيش؟ جميع التكاليف، لأنه يغطي جميع التكاليف. طيب الآن هامش القطاع كيف بدنا نطلعه، كيف بدنا نحسبه؟ الآن تذكر معي عندما تحدثنا عن نقطة التعادل، هامش المساهمة يساوي المبيعات ناقص
التكاليف المتغيرة. طيب، طيب الآن هامش مساهمة القطاع يساوي المبيعات ناقص التكاليف المتغيرة ناقص التكاليف الثابتة الممكن تتبعها للقطاع، أو يساوي هامش المساهمة ناقص التكاليف الثابتة الممكن تتبعها. والآن سوف نوضحها عندما نضرب اللي هو ايش مثال. توفرت لديك البيانات التالية: المبيعات 25,000 دينار، التكلفة أو التكاليف المتغيرة 15,000 دينار، تكاليف ثابتة ممكن تتبعها اللي هي 3,000 دينار. المطلوب حساب هامش مساهمة القطاع مستخدما قائمة الدخل. طيب الآن هاي قائمة هنا الحل قائمة الدخل المبيعات 25,000 ناقص التكاليف المتغيرة وهي 15,000. إذن يكون لدينا 10,000 هامش المساهمة. 10,000 هامش المساهمة. طبعا شباب عندنا التكاليف الثابتة في ممكن تتبعها للقطاع، وفي ايش عامة لا يمكن ايش تتبعها. يعني التكاليف الثابتة تنقسم الى شقين: شق يرتبط ارتباطا وثيق بالقسم، وفي تكاليف لا يمكن ربطها بالقسم. الآن احنا نقطة نصل إلى هامش مساهمة القطاع، بنطرح التكاليف الممكن ربطها بإيش؟ بالقسم. يعني مثلا إنجاز التعبير نقول راتب اللي هو السكرتير، راتب اللي هو أو راتب مثلا راتب رئيس القسم محاسب نربطه في القسم، راتب سكرتير قسم محاسب نربطه قسم محاسبة. لكن إذا في هذه إيش تكاليفها، طبعا كان طلاب قلال كتار ما هو مشكلة. طيب الآن نطرح إيش؟ طرح تكاليف ثابتة ممكن تتبعها. التكاليف الثابتة الممكن تتبعها هتكون عندنا إيش؟ هاي ثلاث آلاف. طيب لما نطرح احنا 3,000 من 10 حنصل إلى 7,000. هذا اللي هو ايش؟ هامش مساهمة القطاع.
ما لديه أي سؤال؟ ما لديه أي سؤال؟ طبعا الحديث بقية بس في ضال شغلة صغيرة ملاحظة. تطلب معايير المحاسبة الدولية، تطلب معايير المحاسبة الدولية الإفارس، تطلب معايير المحاسبة الدولية اللي هي ايش؟ الإفارس من الشركات المساهمة المدرجة، من الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية، في الأسواق المالية أن يتضمن تقريرها، أن يتضمن تقريرها السنوي على بيانات مالية، على بيانات مالية قطاعية، على بيانات مالية قطاعية. ما لديه أي سؤال؟ أكون بهذا وصلت إلى نهاية محاضرة اليوم.